السلام عليكم، كيفكم شباب؟ انا مؤيد من قناة وورد اوف تكنولوجي، ورجعنا لكم يا شباب بسلسلة جديدة من برنامج الايديت والتعديل اللي هو الفوتوشوب. بس قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا وليس امرا تنزلوا تشتركوا تحت بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، ويلا نبدأ. طيب يا شباب، ورجعنا لكم بالحلقة الثامنة من سلسلة تعليم الفوتوشوب، واليوم حناخد قائمتين مهمين وحنستخدمهم كتير بالفوتوشوب مستقبلا. أول قائمة واللي هي قائمة اللاير، وثاني قائمة اللي هي قائمة التايب. هناخد أول قائمة واللي هي اللاير. أول شي عنا اللي هو النيو. إذا أنا بدي أعمل لاير جديدة أو بدي أضيف على قائمة اللايرات اللي شايفينها هون، بدي اضيف قائمة جديدة احط لها لون جديد، فوت من لاير نيو واعمل لاير، او بامكاني اعمل شيفت كنترول ان او كنترول شيفت ان. هلا يطلع لي القائمة، بامكاني انا اسمي النيم هون والكالر هون ريد اورانج اللي انا بدي اياه، والاوبسيتي اللي هي ظهور اللون. اعمل له اوكي، هلاقي اعمل لي، لاحظوا شلون عمل لي لاير جديدة. بإمكاني أنا بدون ما أفتح لاير أضغط هون فورا، هلاقي لاحظوا شلون عمل لي لاير جديد. طيب عنا بقائمة كمان نيو باك جراوند فروم لاير. أنا هيك بكون قفلت الصورة، يعني ما عاد صار فيني أعدل عليها أو أشتغل عليها إنه أنا قفلتها، أو ما عاد صار فيني أقص منها وأخذ كوبي منها إنه أنا قفلتها. إذا بدي أرجع أفتحها بفوت على لاير، او بامكاني بدل ما افوت على اللاير واعمل الخطوة اللي هي صعبة او بدها وقت طويل، بامكاني انا فورا فوق اضغط على هي علامة القفل مرتين واعمل اوكي، الاقي مفتح لي اياها. قائمة النيو كمان في جروب، اذا انا بدي اعمل جروب احط فيه لايرات، يعني لاحظوا شلون انا عملت هذي جروب مثلا وحطيت فيه كتير لايرات، فسكرته يكون عندي جروب واحد انا مستخدمه احسن ما يكونوا لايرات مو مترتبين. فانا برتبهم جروب جروب، مثلا جروب للقص وجروب للتلوين وهيك. عنا الشي اللي بعده واللي هو لاير فيا كوبي. يعني انا بدي اعمل كوبي من الصورة، كبس كنترول جي بعمل كوبي. وإذا بدي أعمل أنا مثلا قصيت الشكل أي شكل، مثلا افترضنا مثلا أنا قصيت هاد الوش أو اخترت هاد الوش، بدي أعمل كوبي بس لهاد الوش، فا أول شي هنقصه وحنعمل من لاير لاير فيا 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 كوبي عفوا، او من الكيبورد كنترول شيفت جي، هلاقي نقل لي اياها الشي اللي انا قصيته لحاله على لاير جديدة. الشي اللي بعده اللي هو دوبليكيت لاير. اذا انا بدي اعمل كوبي لللاير او لاير مثلها تماما، فبضغط على دوبليكيت لاير فبلاقي يعمل لي كوبي للصورة. عندي الشي اللي بعده اللي هو ديليت. اذا انا بدي اعمل ديليت لللاير اللي مخفي او لكل اللاير ما بدي اياه، وتحت في عنا رينيم لاير، مثلا انا بدي اسمي هاي شو ما كان بامكان يسميها. والشي اللي بعده اللي هو لاير ستايل. لاير ستايل بقائمة لاير بيستخدم شيء اسمه الماسك، انا احكي عنه هلا، قلت لكم الحلقات السابقة انه انا حاحكي عليه، اليوم حاحكي عليه. عنا فائدتين من الماسك. اول فائدة اذا انا بدي اعمل ستروك او انر جلو، مثلا حنكتب اي شيء حنكتب مثلا اي شيء بالفرشاية، مثلا حنكتب اس او خلينا نصغر الخط،
اعمل اس هيك او اي شيء اي شكل. اذا انا فتت على قائمة اللاير وحطيت لاير ستايل، او بامكاني اضغط من هون على هي القائمة هيفتح لي هدول الاختيارات. انا ما رح اشرحهم كلهم لانه في شغلات ما بستخدمها كتير او ما كتير مهمة. اول شيء هو عنا ال inner glue. اذا بتلاحظوا انا هون مثلا هختار اللون، بس انا خليني احط ازرق. لاحظوا شلون عمل لي من جوا، خلوني اقرب لكم الصورة. لاحظوا شلون هلا انا اذا فتحت على الانر جلو وحطيت مثلا لون ازرق، لاحظوا شلون عمل لي لون من جوا، فيني اتحكم بالسايز تبعه. لاحظوا شلون انا كترته اللون اللي جوا. هذا اول شيء واللي هو الانر جلو. ثاني شيء واللي هو الستروك. ستروك هو حواف، او بامكاننا نقول حواف الكلمة او الشكل من برا. بس انا رح اختار اللون من هون، خليني مثلا اختاره احمر عشان يكون واضح، وحعمل سايز حكبره. لاحظوا شلون عمل لي مثل الانر جلو بس من برا عمل لي ستروك، يعني بامكاننا نقول اوتر جلو. لاحظوا شلون عمل لي من برا اللون اللي بدي اياه، يعني يستخدم كتير للكتابات واذا انت عم تعمل لوجو. ثاني شيء او ثالث شيء عفوا اللي معنا واللي هو color overlay. هون اذا انا حطيت لون اسود وبدي اغيره بامكاني احط اول اخر يعني اللون اللي بدي اياه، عفوا اي لون بامكاني انا اغير لون اللي جوا. لاحظوا شلون غير اللون اللي جوا. عنا اذا انا بدي احط للصورة شكل، مثلا انا حطيت هذا الشكل، لاحظوا شلون عم تاخذ شكل. بامكاني نحط باتر اللي هو نحطه شلون. مثل الباتر جوا بامكاني نحطه. الاوتر كلو واللي هو كان نقول عليه هو شيء مثل الضوء او بيعمل نور خلف الكلمة. يعني لاحظوا مثلا انا هلا حاط ازرق، هعمل له اوكي. اذا انا عملت له سبريد هيك لاحظوا شلون عملت لي مثل الضوء برا، بامكاني انا اخففه. لاحظوا شلون عملت لي ضوء برا، هي بستخدم الكتابات لحتى تعمل مثل منظر او تكون الكلمة ضاوية. والدروب شادو هو بيعمل لي شادو للصورة يعني او للكلمة. لاحظوا شلون عملت لي شادو هون او ظل بامكاني نقول. بامكاني انا ارفع النويز اللي هو التغبيش للصورة. لاحظوا شلون صار الظل تغبش. بامكاني اعمل سايز اكتر. لاحظوا شلون عملت لي تغويش لا برا كل شيء. طيب هي كانت قائمة اللاير ستايل. عفوا انا بس خربطت لانه لما انت بدك تفتحها مو لازم تفتحها من اللاير وتحط لاير ستايل. لو ضغطنا بس ضغطتين على اللاير اللي بدنا اياها هيطلع لنا قائمة لاير ستايل. طيب الشيء اللي بعده اللي هو نيو فيل لاير. نعمل لاير بلون مثلا اي لون بدي اياه، مثلا بدي اعمله بريد وعملت اوكي. لاحظوا شلون بامكاني اختار اللون اللي بدي اياه. لاحظوا شلون عمل لي هذا اللون.
نيو ادجستمنت لاير. مثلا الادجستمنت لاير انا شرحتها بالدرس اللي قبله واللي هي قائمة الايمج، واخذنا فيها درس كامل عن الكيرفز والليفل ودرجات تعديل الالوان. بس فقدت هون اذا انا بدي اعمل لاير بس للكيرفز، يعني انا ما بدي خلي يعني مثلا لو ضغطنا على الكيرفز هعمل لاير كاملة اسمها كيرفز، مو مثل انا اذا فتحت من ايمج وعملت ادجستمنت ضغطت على كيرفز هيعمل لي، ما رح يعطل لي لاير جديدة، هيعملها بجوا الصورة. فأنا إذا بدي أعملها بلاير لحالها وأتحكم فيها لحالها، فوت من نيو أدجستمنت لاير وأعمل الشي اللي بدي إياه، إن كان كيرفز ولا برايتنس ولا ليفل. الشي اللي بعده واللي هو هلا كنت عم بشرحلكم إياه هو الماسك، هو له استخدام. استخدامي أول استخدام هو اللي شرحتلكم إياه قبل شوي تبع اللاير ستايل، يعني أنا بدي أعمل ستروك هلاقي يعني لو ضغطت على هاي الصورة عملت هيك على ايه عمل لي ماسك قدامها، فبإمكاني انا اعمل ستروك هون، يعني لو ضغطنا ضغطتين لاحظوا شلون فتح لي لير ستايل، بإمكاني انا اتحكم فيها وحطها بس على الستروك اللي انا بدي اياها. والشي اللي بعده واللي هو مثلا انا عملت لاير بأي كان اللون، مثلا خلينا نقول احمر مثلا، واخترت انه عفوا اصفر، اخترت اصفر. فانا اذا فتت على الماسك اللي هون ومسكت حطيت فرشاية وباللون الاسود، فانا اذا خليتها باللون الاسود حصرا فهو تعتبر هيك كانك انت عم تمسح. يعني مثلا لو عملت هيك لاحظوا شلون رجع لي او قام اللون اللي انا كنت حاطه. في ناس حتقلي شو فقدت عن الايريزر، هي تقريبا نفس الشي، بس الناس اللي ما عرفت تعمل اندو للشغل ومشان ما انت مثلا عملت اندو ما عاد عرفت ترجع مشان ما تخسر شغلك كله، فبامكانك تعمل هيك. اي غلط عملته حاول تفتح حل، حتضغط على علامة العين هي حيرجع الصورة مثل ما كانت مشان ما تخسر انت اي عمل عملته. طيب القائمة اللي بعدها انا هيك عفوا قائمة اللاير انا تقريبا خلصت كل شيء، بس بقيان شغلة واللي هي السمارت اوبجكت. اكثر استخدام يستخدم بالسمارت اوبجكت مثلا انا لو حولت هاي الصورة مثلا لسمارت اوبجكت، مثلا انا حولت هاي اللاير لا سمارت اوبجكت، سكت هاي الصورة وصغرتها كتير وعملت هيك، ومثلا انا ما عجبني الصغرة فبدي ارجع كبرها مثل ما كانت، الاقي ان الصورة ما راح او صارت يعني ضلت مثل نفس وضوحها ونفس الدقة تبعها. خلينا مثلا نورجيكم اذا من دون ماسك حطيناها، هيك يا شباب من دون ماسك انا صغرتها كتير وعملت لها اوكي. فانا اذا بدي ارجع كبرها لاحظوا شلون صارت الصورة مغبشة وما ظهر الوضوح تبعها بالكامل والدقة تبعها راحت. فأنا إذا بدي أخليها واضحة تماما فحرجع أو هحط السمارت أوبجكت، فهيك بإمكاني
فهيك بإمكاني قد ما كبرتها وصغرتها ما راح تروح دقتها والريزوليوشن تبعها. في استخدام تاني في استخدام تاني للسمارت اوبجكت، واللي هو اذا هو بيعمل لك ماسكات بامكانك انت تستخدمهم، بيعرض لك اياهم هون تحت. الشيء اللي بعده واللي هو قائمة التايب، هاي صراحة ليست مستخدمة كتير، هي الكلام بس. يعني انا مثلا انا اذا كنت كاتب اي شيء هون، مثلا انا كتبت اي شيء هون، فاذا بدي فوت على التايب او على البانلز، فتت على كاركتر بانلز او الباراجراف بانل، هاي الكاركتر بانل اللي هو بعدل جوات الكلمة، بدي اختار حجمها، اللون عفوا صيغة الكلام او شكل الكلام، بامكاني انا اغيره من هون لو حددت انا هيك، بامكاني اغيره لحظة شلون، بامكاني اغير او احط خطوط بالسطر، و يعني مثلا لاحظوا انا لو شلت هيك مالي حاطط خطوط، بامكاني انا احط خطوط، ولو فتت انا على الباراجراف بعدل بمكان الكتابة، بدي اياها فوق تحت عريضة ولا صغيرة ولا مترتبة. عندي انا شيء اسمه الانتي ايلز، هي بيكون حدود الكلمة بدي اياها شارب، يعني حدة تبع جيدة، ولا بدي اياها سترونج، ولا بدي اياها الحدة تبعها تكون سهلة او بسيطة. شرحتها انا اعتقد بدرس الكتابة، بإمكانكم ترجعوا الدرس اعتقد الثالث. هو عنا اذا انا بدي احط الكلمة فيرتيكال ولا هوريزونتال، افقي ولا عمودي، كان يحطها من هون لحظة شلون زعمت هيك سواليها بالعمودي. و عنا وارب تكست واللي هو ال واللي هو ال الانحراف، او اللي انا شرحته بالدروس الماضية، واللي هو الشكل تبع التكست. يعني انا بدي اياه مايل، بدي اعمل له شكل معين، فبامكاني استخدمه من هون. يعني كل الشغلات موجودة هون، ما لنا بحاجة نفتحها من تايب. هون بنختار الخط، وهون الحجم، وهون الشارب ولا سترونج مثل ما قلتلكم، هون مكان اللي هي، وهون اللون، وهون الانحراف. يعني تايب ما اعرف ليش، ما بعرف ليش الفوتوشوب عاملين قائمة كاملة للتايب وهي بس تستخدم للكتابة، بس بإمكانك انت تستخدمها اذا مالك عرفان تستخدم من فوق. وهيك يا شباب بنكون خلصنا القائمتين، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت، ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. We'll be right back.